وضعت مملكة البحرين حجر الأساس لجناحها في إكسبو 2020 في دبي، وذلك بحضور معالي الشيخ أمي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار والمفوض العام لجناح البحرين في إكسبو دبي، ونجيب محمد العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو، وسعادة الشيخ خالد بن عبد الله بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. وبهذه المناسبة قالت معالي الشيخ أمي بنت محمد آل خليفة: اليوم نقترب خطوة إضافية نحو إتمام مشاركتنا في واحد من أكبر وأهم التجمعات في المنطقة وإفريقيا وجنوب آسيا، والذي تستضيفه مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأضافت معاليها أن مشاركة البحرين في إكسبو 2020 في دبي تأتي ضمن رؤية استراتيجية لإثراء الحضور العالمي الحضاري لمملكة البحرين بدعم من جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد. وأعربت معالي الشيخ أمي بنت محمد آل خليفة عن سعادتها بوضع حجر الأساس للجناح الوطني الذي سيكون بوابة لتعريف العالم على ما تمتلكه مملكة البحرين من مقومات ثقافية وحضارية في سياق ترويج عام لكل ما تمتلكه كافة بلدان المنطقة من إرث تاريخي عريق، موضحة أن جناح البحرين قد تم تصميمه بما يعكس الخصائص التركيبية والطبيعية والحضارية للبحرين من خلال مبنى على هيئة شبه مكعب بارتفاع 24 مترا و30 مترا للطول والعرض. اليوم وضع حجر الأساس لجناح البحرين في هذا الإكسبو الذي يستقطب العالم أجمع، هي فرصة ليست لدبي ولا للخليج فقط وإنما للشرق الأوسط بكاملة، هي المرة الأولى التي يجتمع فيها هذا العدد الكبير في هذا التجمع الذي يتم كل 5 سنوات. قبل 5 سنوات كنا قد شاركنا في إكسبو ميلان وكان هناك نجاح لجناح البحرين، أتمنى أن نلاقي هذا الجناح أيضا في المنطقة العربية التي نعتز بمبادراتها، ونقدم من خلال هذا الجناح البحرين عبر الكثافة. الكثافة هي عنواننا، كل ما يميز البحرين من كثافة سواء في الأعداد أو في الحقب التاريخية أو في المعالم أو في الحرف، كل هذا سيكون موضوعا لنقدم أنفسنا للعالم وأن نستقطب العالم إلى البحرين لزيارة. أيضا دائما نقول أن السياحة الثقافية هي ما يميز مملكة البحرين، وربما عنوان الكثافة يقري الزائر لدبي بأن يواصل الرحلة ويصلنا إلى البحرين. هي فرصة استثنائية، تحية لكل القائمين على هذا المشروع الجبار الذي نعتز به في منطقتنا. نحن اللي ميزنا في إكسبو 2020 أن بالنسبة لجاهزيتنا، نحن نتكلم تقريبا 11 شهر لافتتاح أبواب إكسبو، بس مثل ما تشوفون في مقر إكسبو البنية التحتية اكتملت كاملة في منطقة إكسبو، ومعظم البنايات المعنية بإكسبو 2020 خالصة، وعندنا البنايات اللي بقت من بعض الدول إن شاء الله بتخلص بعد تجهيزاتها. بس طبعا نحن نتكلم مش عن البنيان، الشيء الأهم نحن ياسين نشتغل على برامج مختلفة تكون جاهزة وتبهر العالم، مثل ما أمرنا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أنه يكون إكسبو استثنائي بالنسبة لحلقات إكسبو العالمية. طبعا هي البحرين دائما تحرص على التواجد في أكبر المحافل الدولية، ولا شك طبعا الإكسبو يعني 2020 هو الحدث الأكبر، واللي يجعله أنه الحدث الأكبر والأهم هو وجوده في الإمارات، في بلدنا الثاني الإمارات، خصوصا في دبي. أنا أعتقد الكل شاف إكسبو ميلان الماضي، البحرين كانت حاضرة، الجميع أشار بموقع البحرين والزيارات الكبيرة اللي والردود الإيجابية والاستفادة من المشاركة في هذا. طبعا أعتقد إكسبو دبي راح يكون مغاير حسب ما شفناه اليوم في زيارتنا. أنا أعتقد دبي بدأت من حيث ما انتهى الآخرون، وإحنا لا نشكك في قدرات دبي في تنظيم أي محفل أي كان، هو نجح قبل أن يبتدي، لأن القائمين على هذا المشروع ناس ما شاء الله خبرة وأكفاء، وأنا على علاقة بهم يعني شخصية من بعضهم، وأعتقد إحنا نطلع إلى الافتتاح، وإن شاء الله أن البحرين السنة راح تفاجئون بموقع البحرين أو لأن البحرين اليوم حريصة كل الحرص أن تقدم شيء مميز.
معالي الشيخ همي بنت محمد دائما تتميز في الحضور، دائما تتميز في العطاء في مثل هذه المحافل الدولية، ودائما تتميز أن تضع البحرين في الموقع الصحيح على الخارطة العالمية.